لأنه هو كيغرس الغرس. فكرة تكريمه ليست والدت اليوم. نحن نحاول دائما جاهدين أن نوفر الوسائل والظروف الملائمة للأستاذ، لأن الأستاذ هو ركيزة من ركائز مشروع المؤسسة بالإضافة للمتعلم. اليوم كيف شاهدتوا أننا ارتأينا باش نستضفوا الدكتور وجيع واحد للقاء المحاضرة اللي كان العنوان ديالها هو مقاربة دينية المهنة ديال الأستاذ وديال المعلم كما قال في التصريح ديالو. بغيت نقول لكم أن مهنة الأستاذ اليوم لم تعود بالشيء الهين، لأن إكراهات كثيرة كتواجهوا بشكل يومي. اليوم التفاتة ليس إلا واحد الضرة يمكن لنا أننا نقوم به في اتجاه هذه الفئة. كنتمنى لهم كل سنة إن شاء الله يكونوا في أعلى عليين. اليوم حنا لم توجدي اليوم راه بفضل الأساتذة ديالنا رحم الله الكثير، وربما أطال الله العمر من لازالوا في الحياة. السلام عليكم. أولا كنرحبوا بكل المنابر الإعلامية اللي حضرت معنا اليوم هذا الحفل. صراحة حفل متميز بما في الكلمة من المعنى. أكيد التميز دياله بوجود أطر تربوية متألقة كتميز بها مجموعة مدارس رودان، المؤسسة اللي دائما كل عام كتحتفل بالأطر ديالها، أكيد تقديرا واعترافا للمجهودات ديالهم. ومن خلالكم كنشكر كل الأساتذة سواء في المغرب أو خارجه. الحفل ديالنا اليوم كانوا في مجموعة من الفقرات، كان عندنا التشريف ديال الدكتور الأستاذ المتألق والجليل الأستاذ وجيه عبد الواحد، وكذلك فرقة للمديح فرقة نوفل الطمري. الحمد لله الحفل داز في أجواء رائعة. من خلالكم كنشكر الإدارة العامة على هذه الالتفاتة، ومرحبا بكم معنا. الرحمن الرحيم. من أسباب الحضور ديالي لمؤسسة رودان لأن اليوم يوم المعلم ويوم الأستاذ اللي كنسمعوا دائما، اليوم الوطني للمعلمين والأساتذة، هو الأستاذ والمعلم لا يكفي فيه يوم واحد، يعني جميع الأيام هي الأستاذ، ولكن الحمد لله أهم شيء أنها ملي كيكون عنده واحد اليوم كيتفكروا ويعرفوا ان اشنو بذل الاستاذ من الجهد ديالو. حنا دائما كنقولوا ان المعلم كاد المعلم ان يكون رسولا كما هو المعروف، فهذا الشيء كيفرح. وخاصه كنشكروا الاخوان ديال مدرسه رودان اللي تفكروا بعد الاساتذه بعدا، لان مهم باش تفكروا الاساتذه ونحتفلوا بهم ونكرموهم ونشرفوهم نعطيهم القيمة ديالهم اللي خصها تكون الأستاذ، لأن إلا بغيتي ترفع شي أمة خصك تكرم المعلمين والأساتذة ديالها، إلا بغيت تطيح بشي جهة طيح المعلمين والمفكرين. إذا حنا خصنا نحاولوا نعطيو أقصى ما في جهدنا باش نفرحوا ونكرموا ونشرفوا الأستاذ والمعلم، لأنه هو المفتاح ديال قلوب الناشئة. خصنا نزيدوا نهتموا، كنعاودوا نشكروا مدرسة رودان على هذا التكريم للمعلم والأستاذ، شكرا جزيلا. والشكر للإخوان في هذا اللقاء إن شاء الله اللي فيه تهما يدل ذلك على الاهتمام بالمعلم والأستاذ، كنشكرهم شكرا. لهذا أقول لهم عيدكم إن شاء الله مبارك، ودائما متعلقين
وفي أعلى عليين وفي دعائنا نحن جميعا المسلمين نحن ندعو مع كنعرفوها اللهم ارحم والدينا وارحم من علمنا هما راه كما قال سي وجيراس تعتبر صدقة جارية صدقة جارية بالنسبة لهم. إذا كنتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في المسار ديالهم جميعا سواء أساتذة ومدرسين ديال مجموعة مدارس خوضة ولا مدرسين ديال المدينة المحمدية ولا حتى ربع المملكة والعالم بأسره لأنهم كيبذلوا واحد الجهد كبير ولا يعلموا إلا من هو قريب من الحدث بالنسبة للعالم العملية ديال التعلم العملية التعلمية. Le 5 octobre est la journée internationale de l'enseignant. Et à cette occasion, je tiens à remercier nos chers directeurs et fondateurs d'avoir pensé à nous. Et d'ailleurs, ils étaient toujours à nos côtés pour nous guider, pour évoluer. Ils nous ont même aidés à aimer notre métier, à faire comme il faut. Merci encore pour le groupe scolaire Rodin pour cette soirée dîner. Merci. معكم أستاذة سميرة شوقي أستاذة بمجموعة مدارس رودان. أنا اليوم أتواجد بمسرح المؤسسة للاحتفاء باليوم العالمي للأستاذ الذي يقوم بتنظيمه طبعا مجموعة مدارس رودان بحضور الأستاذ الجليل الأستاذ وجيه الذي استفدنا من آرائه ومن كل ما قدمه لنا في هذا الخصوص بما علاقة الأستاذ بالتربية. وأريد أن أتقدم بالشكر الجزيل للمديرين الفاضلين الأستاذ هشام الغوتي والأستاذ عادل زيادي على مجهوداتهما الجبارة والجميلة جدا في هذا الصدد. شكرا مرة أخرى. من العلماء لأن ملي كنتكلموا حنا على الأماكن اللي كتخرج العلماء كتسمى جوامع بحال جامعة القرويين وجامعة قرطبة وجامعة الزيتونة كيقولوا الناس كيسميوا جامع. دابا حنا كنقولوا المغاربة المسجد اللي كيصلي فيه جامع، هذه خطأ. علاش كيقولوا هما جامع؟ حيت بكري كان المسجد كيخرج الطبيب والمهندس والفيلسوف والفلكي كيقولوا جامع يعني جامع جميع العلوم. هذا واش تسمى جامع وما هو اسمه مسجد في القران؟ لا مسجد نستس على التقوى، لكن كلمه جامع جميع العلوم.